صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 67 لسنه 2022 بتعيين مدير في جهاز الخدمه المدنيه وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمه المدنيه جاء فيه يعين السيد عبد الله خالد عبد الله الشوملي مديرا لاداره المعلومات الاداريه في جهاز الخدمه المدنيه.